خلصتي الغدا ولا لسه؟ هو يا ولدي، لا ما عملتش غدا النهارده. ايه ده، انا جعان قوي النهارده. حمام نسي يجيب اكل مع المدرسه، فانا اديته نص سندوتشاتي. احنا معزومين على الغدا في بيت عمك، اصل شبلي ابن عمك اتخرج من الكليه وعاملين له حفله النهارده. ايوه كده، دي العمة تكينة احسن واحدة بتعمل ملوخية وكشك في النوبة كلها. بتعمل الملوخية احسن مني يا بكار؟ ها؟ لا انتي احسن. ازاي يعني؟ ايوة كده. مبروك يا شبلي، انت اتخرجت من كلية ايه بقى؟ من كلية الفنون الجميلة قسم نحت. ودي تشتغل بيها ايه؟ بنا ولا مجاول؟ لا ده بيقول لك فنون جميلة، يعني هيزرع بلح جميل. ايه ده، انتوا بتتريقوا عليا؟ عيب يا شبلي، دول جايين يباركولك وبيهزروا معاك. هيشتغل نحات يا عم جردوني او مرمم اثار. اهو العيل الصغير عارف، بس انا مش هشتغل في الترميم، انا نحات فنان موهوب. يا ابني بس ده مش شغل، المفروض تشتغل شغلانه بجد تاكل منها عيش. الاخلاص للفن شغل طبعا، واني بدات اشتغل من دلوقتي فعلا. في ناس طلبوا مني ان انحت لهم تماثيل مقابل فلوس، يبقى شغل ده ولا مش شغل؟ يعني انت بدات تنحت تماثيل بجد؟ طب انا عايز اشوفها. تعالى هوريها لك. ياه ايه ده، ده متحف. التمثال ده اصلي؟ لا طبعا يا بكار، انا صورت الاصلي ونحت زيه، ده كان أول مشروع ليا في الكلية. ده شكله زي الأصلي بالظبط. أني بعرف أجلد أي تمثال ممكن تتخيله، بس مش هي دي الحاجة اللي أنا عاوز أعملها. أمال أنت عاوز تعمل إيه؟ نفسي أبقى زي محمود مختار، عارفه؟ لأ. ده أشهر نحات في مصر، عارف تمثال نهضة مصر اللي قدام حديقة الحيوان اللي في الجيزة؟ هو اللي نحته. بص، أني نحت واحد زيه بس صغير. ايوه انا عارفه، ده شبهه بالظبط. محمود مختار ده نحات عالمي، ليه تماثيل كتير قوي، ومعمول له متحف باسمه، مع انه مات صغير سنه 1933، لكنه مشهور جدا وله شغل كتير. اني بقى نفسي اعمل تمثال ويبقى مشهور زي تمثال نهضه مصر كده. ان شاء الله تبقى زيه. والتمثال ده هو اللي عمله؟ لا، ده الشغل اللي حكيت لكم عليه، قابلت واحد وطلب مني أجلد له التمثال اللي في الصورة دي، وهيديني 250 جنيه. بس خلي بالك لا يكون بيتاجر في الآثار المزورة. لا ما تخافش، هو قال لي إنه بيجربني الأول، ولو عجبه شغلي هيطلب مني تماثيل كتير يبيعها في المحلات والبازارات للأجانب. طب هو ينفع ألون معاك التمثال؟ أصلي بحب الرسم والتلوين جداً. أوعدك يا بكار، لو الراجل عجبه شغلي هجيب لك ألوان مخصوصة بالفلوس اللي هيديها لي، وهخليك تلون التماثيل وتتعلم وتساعدني كمان. بجد؟ هي يا رب يعجبه شغلك يا شبلي.